عمود الدين وشعار الاسلام وسبيل الجنه انها الصلاه ومن عظم منزله الصلاه في الاسلام انه لم ينزل بفرضيتها ملك كغيرها من الاحكام بل خاطب الله تعالى بفرضيتها نبيه صلى الله عليه وسلم مباشره بعد ان عرج به الى السماء وهو امر اختصت به الصلاه من بين سائر شرائع الاسلام ومما يدل على مكانتها في الاسلام انها عمود الدين ففي الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه الا اخبرك براس الامر كله وعموده وذروه سنامه قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد انها تاتي بعد الشهادتين لتكون دليلا على صحه الاعتقاد وسلامته وبرهانا على صدق ما وقر في القلب وتصديقا له والصلاه شعار الاسلام الذي يميز المسلم من غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ويمحو الله بالصلاه الخطايا ويرفع بها الدرجات ومن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه عليك بكثره السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك إن المحافظة على الصلاة من أعظم أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب سل فقال أسألك مرافقتك في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود